قسم العيادة دلوقتي نشوف مع بعض ازاي نحط فاير الارم في المشروع بتاعنا. هاجي من سيستم واقول له ديفايس واقول له انا عايز فاير الارم، فبيقول لي حمل الفاميلي، فحمل الفاميلي حالا من السي برودكت داتا اوتو ديسك. ده المسار الطبيعي اللي بيبقى موجود في الفاميلي. لايبراري جبت هنلاقي هنا في الالكتريكال، هنلاقي في الام اي بي، هنلاقي في الانفورميشن اند كوميونيكيشن، هنلاقي فار الارم، هتلاقي انواع كتيره جدا. خليني اختار اللي هي في السيلينج اوبن. دي بتتحط هوستد، فهقول له بليس فيس عشان عايز احطها على السيلينج. اختار مثلا اهيت واحطها مره كمان هنا. طيب دلوقتي بقت موجوده، محتاج ان انا اوصلها بالبانل بتاعتها، فاروح هنا في سيستم واقول له الكتريكال اكويبمنت واقول له لود فاميلي، عايز احمل حاجه خاصه بفر الارم. فهخش عندي هنا في المكتبه اهيت واقول له اوبن. هي كانت من 7 ل 2014، فهو بيعمل لها ابديت ل 2019 للفاميلي ديت. تمام، اقدر احطها في اي مكان. الافضل ان انا احطها في لوحه من اللوح الخاصه بالالكتريكال. خليني دلوقتي اقول له بروسر اورجانيزيشن. طيب بلاش احطها في السيلينج، احطها في الفلور بلان عشان تبقى افضل. الكتريكال الدور الثاني باور، اقول له الكتريك يومنت هي اخر حاجه كانت متحمله. تمام، فاحطها هنا على الحائط اهوت، اصبحت موجوده معايا في المشروع. هخش هنا في السيلينج اعلم على واحده فيهم وهقول له اعمل لي كريت سيستم. في ناس بتحط الفاميلي وما بتعملش كريت سيستم، وده نقص في المشروع. فلما اقول له كريت سيستم هقول له انا اختار البانل اهيت، وهقول له سيلكت بانل او تختار البانل ادي سيركت، وبعد كده هقول له اد هضيف اي فاميلي المفروض تيجي معايا في السيستم دوت، وبعد كده اقول له فينش اديت سيركت. يبقى كده انا عملت سيستم. تقدر تيجي هنا تقرب بالماوس تدوس تاب، تبقى انت عملت الواير لو انت عايز ترسم الواير. ما تنساش تشتركوا معانا في القناه.